الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت هيئة الحماية الاجتماعية في العراق إن عدد العائلات التي ترزح تحت خط الفقر وصل إلى أكثر من 1,400,000 عائلة في بغداد والمحافظات. وبيّنت الهيئة أن قيمة العجز المالي الخاص بمبالغ الإعانات الممنوحة يبلغ 107 مليارات دينار، ما سيضطر إلى اتخاذ إجراءات قد تلحق الضرر بالعائلات الفقيرة، مطالبة الحكومة الحالية بالإسراع في سد العجز المالي الخاص بمبالغ الإعانات. كشفت هيئة النزاهة الحالية في العراق عن وجود هدر مالي بقيمة 700 مليون دينار في دائرة صحة محافظة صلاح الدين. وأوضحت الهيئة أن الهدر المالي جاء بسبب مغالاة في أسعار شراء الأدوية في دائرة صحة صلاح الدين، ما أدى إلى هدر في المال العام بلغ 700 مليون دينار خلال شهر تموز الماضي فقط، مشيرة إلى ضبط 4 متهمين في لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحة صلاح الدين وضبط نسخ من معاملات الشراء ذات الصلة. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصتي بغداد وأربيل، وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد 148,300 دينار لكل 100 دولار، أما في محافظة أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 148,000 لكل 100 دولار. أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن تعليمات البنك المركزي الجديدة بشأن بيع العملة الأجنبية تأتي ضمن مكافحة غسيل الأموال. وقال صالح إن التعليمات الجديدة للبنك المركزي بشأن بيع العملة الأجنبية يأتي ضمن إطار مكافحة غسيل الأموال من خلال زيادة إجراءات التدقيق والتصرف بالعملة الأجنبية، مبينا أن هناك الكثير من الكلام يقال حول مزاد العملة والأموال التي تخرج منه. هذا ويشهد مزاد بيع العملة فسادا ماليا كبيرا، إذ تقول مصادر مطلعة أن جهات حزبية وميليشياوية تسيطر على المزاد وتستخدمه لتمويل نفسها. قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل نفط يوميا، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء التعافي العالمي من جائحة كورونا. الوكالة أضافت في تقريرها الشهري عن النفط أن أسعار الفحم والغاز غير المسبوقة وكذلك الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي تدفع قطاع الطاقة والصناعات المستهلكة للطاقة إلى التحول إلى النفط لإبقاء مواصلة عملها. وذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي قد يؤدي إلى انخفاض النشاط الصناعي وتباطؤ التعافي الاقتصادي. ارتفعت أسعار النفط حيث أدى سحب أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين الأمريكية إلى ارتفاع معدلات الشراء، كما تعززت الأسعار بفعل توقعات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب فصل الشتاء، وهذا ما سيؤدي إلى التحول إلى النفط لتلبية الطلب على التدفئة. وارتفعت عقود الأجل لخام برنت إلى 83 دولارا للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 0.3%. وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 5 ملايين برميل للأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 4,600,000 برميل نفط. ختام الموجز للقاء.